الفقرات التي أشار إليها القانون تخصيص 6 تريليون دينار إلى وزارة التجارة لتحسين مفردات البطاقة التموينية، هذا يعني أنه المفروض يعني على الأقل ابتداء من الشهر المقبل المواطن العراقي راح يشوف خير بالبطاقة التموينية، وأيضا تريليون دينار لوزارة العمل، وأربعة تريليون دينار لوزارة الكهرباء. 4 تريليون دينار تقريبا 3 مليار دولار او اكثر من 3 مليار دولار، يعني بهالحدود 3 وشوية مليار دولار. طب هذه وزارة الكهرباء اين ستذهب بهذه الاموال؟ هل ستسدد ديون ايران للغاز اللي كما ذكر السيد الكاظمي يوم امس في مؤتمره الصحفي ان هذه الديون هي قبل عام 2020، ام انها ستستثمر في هذا المبلغ شيئا ما حسب معلوماتك؟ نعم، هو يعني كلا الأمرين. أولا بالنسبة للكهرباء، أنا كنت حاضر المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء، هو قال أن حكومته سددت كل الأموال الخاصة بالغاز الإيراني ومترتبات هذا الموضوع، هناك ديون سابقة لإيران تطالب بها، لكن لا نعرف مقدار هذه الديون، هل هي هذه 3 مليارات أو أقل أو أكثر. المهم قسم من هذه الأموال أو ربما القسم الأكبر سيذهب إلى تسديد الغاز الإيراني حتى يعود لنا الغاز، حتى لا نقع في نفس المشكلة التي نعانيها كل صيف. أما الجانب الآخر من الأموال، أعتقد هناك خطة لدى الحكومة في موضوع نصب محطات او يعني عمل شيء من هذا القبيل ضمن خطه مستقبليه، لربما لا تكون هذه الخطه طارئه الان ولكنها ضمن الاستعدادات المستقبليه، فهذا المبلغ في هذا السياق راح يكون. اما مبلغ 6 تريليون دينار للتجاره والبطاقه التموينيه، يعني هذا يعني البطاقه التموينيه من 2003 الى اليوم لم تشهد اي تحسن، بالعكس موادها دائما كنوعيه وكميه هو من النوع الرديء، وهناك ملفات فساد كثيره ليس هنا فقط في هذه الدورة وإنما في كل الدورات الماضية كان يجري دائما الحديث عن وجود فساد في ملف البطاقة التموينية بسبب الاستيراد مواد رديئة، لكن يبدو أن المبلغ المضاف هذه المرة يتعلق بالخزين باعتبار ليس لدينا خزين استراتيجي من الحبوب، والآن لدينا نقص أيضا في كميات الحنطة المسوقة هذا العام، وبالتالي يجب أن يستورد كميات أخرى من القمح لا يتعلق بالبطاقة التموينية وإنما يتعلق هذه المرة بالحاجة طيب. إلى خزين استراتيجي من الحبوب.